ازيكم شباب، امير معاكم. النهارده جاي لكم بحلقه جديده من اسعار السيارات في امريكا. النهارده جاي لكم من توكيل جي ام سي. النهارده هنشوف مع بعض اسعار الجي ام سي السيارة والترين والاكيديا، وهنشوف اسعار اليوكان والتراكات او العربات اللي هي النص نقل او تراكات البيك اب تراك بتاعتهم. فلو انت حابب تعرف اسعار الجي ام سي هنا في امريكا، الفيديو ده هيعجبك قوي. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده. ودلوقتي يلا بينا نبدا نشوف الاسعار. تعالوا الاول نبدا بالوحش دي سيارة 2020 الدينالي، اللي هي تعتبر اعلى فئه فيها. عربيه شكلها الحقيقه تحفه يا جماعه. بصوا ما فيهاش كلام طبعا في الشكل. 8 سلندر 6200 سي سي، ده شكلها من جوه. ده شكلها من ورا، تمام. تعالوا نبص على سعرها كام بقى. دي طبعا فيها العتب ده بيطلع اوتوماتيك لما تفتح الباب. تعالوا نشوف معلوماتها بسرعه. 2020 بتعمل 17 مايل في الجالون، مش وحشه قوي، ولكن بتستهلك طبعا بنزين. عربيه كبيره جدا. سعرها هنا كام؟ 69، يعني قول 70,000 دولار للسيارة 2020، يبقى تقريبا 70,000 دولار للعربية دي. تعالوا نكمل ونشوف حاجة تانية. تعالوا نبصوا هنا على الترين 2020 جي ام سي ترين. ده شكلها زي ما انتم شايفين كده. دي تعتبر اس يو في صغيرة. ده شكلها من ورا. تعالوا نبص عليها من جوه سريعا ونشوف سعرها كام. ده شكلها يعني فيها شغل كتير من جوه. فات ال SLE جر امامي، تمام. دي غريبة قوي المنطقة هنا بتاعتنا هتلاقي فيها جر امامي. 1500 سي سي تيربو، تمام. بتعمل 27 مايل في الجالون، كويسة في البنزين مش وحشة. وسعرها 31,500، يبقى 31,000 دولار للجي ام سي ترين 2020. تعالوا نكمل نشوف حاجة تانية. تعالوا نبصوا هنا على الأكاديا 2020. زي ما انتم شايفين الأكاديا من قدام شكلها حلو قوي. الديزاين بتاعها الجديد ده من قدام بالـ LED لايت شكله تحفة عليها، شكلها شيك قوي من قدام. طبعا الأكاديا أكبر شوية من الترين. تعالوا نبصوا عليها من ورا، شكلهم زي ما انتم شايفين كده من ورا. دي اكيديا. تعالوا نبص على عليها من جوه. تعالوا نبص عليها من الجنب التاني احسن، بتبان من جوه اكتر. لا الانتيريور بتاعها شكله حلو وشيك الصراحه. تعالوا نبص على سعرها. الاول دي 2020 زي ما انتم شايفين جر اول ويل درايف اللي هو جر رباعي. 3600 سي سي 6 سلندر، بتعمل 21 مايل في الجالون، وسعرها 42,000 دولار، يبقى 42,000 دولار للاكاديا 2020. طبعا بتختلف مع الفئات، في فئات تانية بتبقى ارخص شوية. في انا شفت دي ب 39,000 وفي ب 38,000 دولار منها، وفي طبعا فئات اعلى من كده. تعالوا نبص على الجي ام سي سيارة 2020 فئه الاس ال تي. احنا بصينا على فئه الدينالي اللي هي تعتبر اعلى فئه. تعالوا نبص على الفئه دي سعرها كام. شوف شكلها من قدام. طبعا الشكل بتاع العربيات الامريكي بالذات الشاحنات او البيك اب تراكس بتاعت امريكا من قدام شكلها هجومي، شكلها خطير، مفيش فيها كلام. دي 5300 سي سي، كمان فيها الاوف رود الباكج بتاعت الاوف رود. ده شكلها. تعالوا ناخد عليها نظرة من جوه سريعا. 8 سلندر 5300 سي سي، شكلها من جوه. تعالوا نبصوا على سعرها. الاستيكر في الناحية التانية. دي سعرها 2020 الأول زي ما انتم شايفين 5300 سي سي 8 سلندر.
نفس الطريقة في البنزين 19 مايل في الجالون، سعرها 60,000 دولار. يعني في حوالي فرق 10,000 دولار بين الفئة الـ SLT والفئة العالية اللي هي الدينالي. تعالوا نكمل نشوف حاجة تانية. تعالوا نبص على الجي ام سي سييرا فئة الـ Elevation، كابينة ونص اللي هي بيقولوا عليها Extended Cab، يعني مش 4 أبواب كاملين. ده شكلها من قدام. عربية برضه شكلها نظيف قوي. لو تاخدوا بالكم هنا شايفين الباب ده صغير عن الباب ده، شايفين دي البابين بتاعها كبار، ده بيبقى الفرق. طبعا فيها فرق في الترم من بره، في الشكل من بره وفي الامكانيات. تعالوا نبص على سعر دي كام. بص على شكلها الاول، نفس الشكل من جوه تقريبا. نفس الموتور 8 سلندر 5300 سي سي، سعرها 50,000 دولار. يعني 51,000 دولار، يبقى برضو في فرق حوالي 10,000 دولار بينها وبين فئة الـ SLT. تمام، يعني في نفس الموديل، وفي تقريبا يعني لو جبت دي وجبت أعلى فئة اللي هي الدينالي، في فرق 20,000 دولار في السعر. تمام، تعالوا نكمل نشوف حاجة تانية. تعالوا نبص على الوحش دي، دي جي ام سي سييرا، نفس العربيات دي برضو، دينالي الفئة العالية اتش دي، تبقى أعلى شوية زي ما انتم شايفين. شكلها من قدام خطير ما شاء الله، يعني شكلها حلو جدا. العربية دي عايزة طريق لوحدها تمشي عليه. دي 6600 سي سي، ده شكلها من ورا. شكلهم تقريبا كل واحد، شايفين الشكمان بتاعها قد ايه، الكاوتش بتاعها قد ايه، الجنوط، العتب بتاعها قد ايه، عالية من على الأرض. هنبص عليها من جوه. طبعا العربيات دي على الطرق وفي السفر كأنك مش راكب في عربية خالص، مريحين جدا في العربيات دي في السفر وفي مشيهم. تعالوا نشوفوا سعرها كام دي. تعالوا نبص على معلومات العربية دي، زي ما انتم شايفين 2020 2500، دي فئة 2500. الفئة التانية كنا بنبص عليها فئة 1500، دي كمان بتنزل بموتور ديزل 6300 سي سي تيربو. سعرها كام بقى العربية دي؟ سعرها 78,000 دولار. طبعا سعرها مش رخيص خالص، بقى 78,000 دولار للـ 2500 ديزل دينالي اتش دي. تعالوا نكمل ونشوف عربية تانية. تعالوا نبصوا هنا على الجي ام سي يوكون 2020، دي فئة الدينالي اللي هي تعتبر أعلى فئة، والإكس لارج اللي هي أطول سيارة. للأسف ما لقيتش عندهم السيارات الأصغر من اليوكون، بس أوعدكم لو لقيتها في مكان تاني أو في توكيل تاني أجيب لكم عليها السعر إن شاء الله. زي ما انتم شايفين طبعا الزنوت أو الريمز شكلها نضيف عليها قوي، عربية حجمها ضخم. دي شكلها. تعالوا نبصوا عليها من جوه ونبص على سعرها. طبعا من جوه فخمة جدا، شكلها شيك قوي. تعالوا نبص على سعرها كام بقى دي. زي ما انتم شايفين 2020 XL دينالي اعلى فئة، 6200 سي سي، 8 سلندر، موتور بنزين بتعمل 16 مايل في الجالون. مش موفرة جدا، مش موفرة خالص في البنزين، بس العربية طبعا حجمها ضخم. سعرها 82,500 دولار. يبقى 82,500 دولار للجي ام سي دينالي XL اللي هي الاكسترا لارج الطويلة. تعالوا نكمل ونشوف عربية تانية. تعالوا نبص على دي بسرعة، دي جي ام سي كانيون 2018 اول ويل درايف ترين. دي حجمها صغير كتير عن السيارة ال 1500 2500 اللي احنا شفناهم. نبص عليها من ورا سريعا. ده شكلها، بابين بس اكستندد كاب. ده شكلها من جوه. هنشوف سعرها كام دي وماشية كام مايل. سعرها 32,700 دولار 2018، 6 سلندر 3600 سي سي، ماشية 10,000 مايل فقط. يعني تعتبر شبه جديدة 10,000 مايل،
يعني حوالي 160 160 لا اسف 16000 كيلو. تعالوا سريعا نبص على دي، دي شيفروليه سيلفرادو 2018 برضو اكستندد كاب، فات ال ال تي. تعالوا نبص عليها من جوه سريعا. تعالوا نشوف سعرها كام. دي سعرها 35700 دولار، 2018، 8 سلندر 5300 سي سي، طبعا مواتير بنزين دي كلها 1500 ال تي، ماشية 27000 مايل. تعالوا نبص لقيت عندهم كام كاديلاك مستعملة، نبص على سعرهم. دي كاديلاك سي تي 6 2017، طبعا الشكل بتاع كاديلاك من قدام. تعالوا نبص عليها من ورا ونبص على سعرها. سي تي 6 3600 سي سي تقريبا، فيها التربو العربية دي مش متأكد الصراحة، نبص دلوقتي نشوف معلوماتها بالظبط. طبعا كادلك من جوه مفيش فيها كلام، عربية لاكشري. تعالوا نبص على سعرها بسرعة. سعرها 34500 دولار، ماشية 17000 مايل، 3600 سي سي بس مفيهاش تربو، 6 سلندر، يبقى 34500 دولار، 34500 دولار للكاديلاك دي. تعالوا نبص على دي، دي كاديلاك اكس تي 4، شايفين الشياكة بتاعتها. عجبني اوي الديزاين بتاع كاديلاك من قدام. كراسي انتير، طبعا لما بتشتغل الحاجات اللي جواها الالكترونية بيبقى شكلها حلو وشكلها شيك قوي. 2000 سي سي تربو، جر رباعي. تعال نشوف سعرها كام العربية دي. دي سعرها زي ما انتم شايفين 40500 دولار، موديل 2019، شايفين كل المعلومات، وماشية 1000 مايل، يعني تعتبر زيرو. سعرها 40500 دولار، موديل 2019، يبقى 40000 دولار للإكس تي 4. تعالوا نبص على دي، دي كاديلاك سي تي اس 2014، اللون ده الأزرق أو البلو ده عليهم جميل قوي. الجنوب بتاع كاديلاك المشهورة والإنتيرير بتاع كاديلاك. بص على من ورا، 2000 سي سي تربو سي تي اس 4. تعالوا نشوف سعرها كام العربية دي. سعرها 13000، يعني قول 14000 دولار، موديل 2014، 2000 سي سي تربو، جر رباعي، وويل درايف، ماشية 86000 مايل، يبقى ماشية 86000 مايل و 14000 دولار للعربية دي. تعالوا نكمل نشوف حاجة تانية. تعالوا نبصوا على الجي ام سي تيرين 2015 مستعملة. للأسف يا جماعة برضو ما عندهمش عربيات مستعملة كتير خالص، يمكن عندهم 3-4 عربيات مستعملين ومفيش غير دي اللي عليها سعر، والباقي سمع له السعر، بس مفيش غير 1 2 3 اللي هم جي ام سي، والباقي ده اللي هو البيوك. تعالوا نبصوا عليها، دي فئة الاس ال اي، او ويل درايف، جر رباعي، تمام. تعالوا نبص عليها من جوه سريعا ونبص على سعرها. بقول لكم بسبب ازمة كورونا دي عملت لخبطة في كل حاجة، يعني المعرض ده من ورا برضو ما عندوش كمية عربات كتيرة، لان المصانع قللت الانتاج بتاعها جامد، وبالتالي مفيش ناس بتشتري عربيات جديدة قد كده، مأثرة على السيارات المستعملة في المعارض. سعر 14000 دولار، 2015، 2400 سي سي، 4 سلندر، وماشية 91000 مايل، تمام. يبقى 14000 دولار للجي ام سي 2015 ترين.
بس هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم في الفيديو ده، ولو في حاجه معينه عايزين تشوفوها في امريكا اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هحاول اعمل لها فيديو. وما تنساش لو انت جديد في القناه تعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمله لايك وشير. اشوفكم في فيديو جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.